ادي واحدة على السريع، خدتها تمام. هتفتحها في العلبة تاني من أماغاين، حطها لك جوه هنا كده زي ما انت شايف يا كبير. نرجع تاني محمد سو، هنا تقفل وبعد كده تاخد العلبة من هناك. نرجع تحط العلبة ديت الشعلة كأن شعلة من ده محتغاين، حطها جوه هنا ودي اللي هينزل فيها الأناناس تمام. محمد سو تقفلها وتيجي هنا تضغط على الزر اوكي، دي بتقطعها قطع صغيرة ودي قطع كبيرة. تيجي هنا الناحية التانية من ورا، تيجي كده تقطعها للناسة وتدخل ديت ولا تقطعها ولا تنزل تقوم تطلعها لك الاشي بتاعها تحت هناك كده.